مرحباً، يحتوي هذا الفيديو على برنامج تعليمي قصير يشرح كيفية استخدام تطبيق بوبلاير برو. ستلاحظ أن تطبيق بوبلاير برو لا يتم تقديمه مع القنوات الافتراضية مثل التطبيقات الأخرى في السوق. يرجى ملاحظة أن تطبيقنا حالياً لا يقبل سوى روابط M3U وM3U بلس. افتح أولاً تطبيق بوبلاير برو. ستعرض الشاشة الرئيسية للتطبيق عنوان مكفريداً ومفتاح الجهاز لتطبيقك. يمكن العثور على هذا أيضاً في قسم الحساب في تطبيق بوبلاير برو. اكتب عنوان ماك الخاص بك ومفتاح الجهاز. قم بزيارة الصفحة http://bobler.bro عبر متصفح الويب على جهازك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وانقر على إدارة قوائم التشغيل في قسم القائمة. اكتب عنوان ماك الخاص بك ومفتاح الجهاز وانقر على تسجيل الدخول، وانقر على إضافة قائمة تشغيل أو إضافة قوائم تشغيل نيكسي، ثم اكتب قائمة التشغيل الخاصة بك M3U وانقر فوق الزر تحميل. يمكنك تحميل قائمة التشغيل الخاصة بك كرابط أو كملف M3U. إذا كنت لا تعرف ما هي قائمة تشغيل M3U، فالرجاء استخدام محرك بحث جوجل أو متصفح الويب لمزيد من المعلومات والتفاصيل. بعد اكتمال هذه الخطوة، كل ما عليك فعله هو تحديث قائمة التشغيل أو إعادة تشغيل التطبيق. يمكنك تحميل قوائم تشغيل متعددة إلى تطبيق بوبلاير برو. يمكنك أيضاً استخدام شاشة تغيير الخادم للتبديل بين القوائم المتعددة التي ربما تكون قد حملتها. سيكون لديك 7 أيام تجريبية لاختبار طلبنا. بعد انتهاء التجربة، يجب عليك التنشيط لاستخدام تطبيقنا. لتنشيط جهازك، يرجى تسجيل الدخول إلى موقعنا على الويب من خلال عنوان ماك الخاص بك ومفتاح الجهاز، ويرجى النقر فوق تنشيط، ثم يمكنك العثور على خيار الدفع. السعر 7.99 يورو وهو مدى الحياة. استمتع بتطبيق بوبلاير برو. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فراجع الخطوات السابقة في هذا الفيديو أو قم بزيارة موقع http://abobler.bro.